السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني وأخواتي من جديد على قناة المصمم العربي. اليوم إن شاء الله تعالى لدينا درس جديد من سلسلة أدوات تصميم في برنامج الفوتوشوب CC 2015. شرحنا لهذا اليوم سيكون حول أداة الرسم الوهمي أو ما يصطلح عليه ب Marquee Tool، وهي هذه الأداة التي سنجدها هنا كما تلاحظون أربع قائمة بأربع أدوات خاصة بالماركي تول كما تلاحظون Rectangular Marquee Tool ثم Elliptical Marquee Tool ثم Single Row Marquee Tool ثم Single Column Marquee Tool. سنختار الأداة الأولى Rectangular Marquee Tool أو بالضغط على M ثم نضغط على Shift كما تلاحظون ثم نرسم مربع كما تلاحظون معي وهو هنا بخط وهمي كما تلاحظون بدون لون. بعد ذلك سنقوم بعمل Layer لهذا الشكل الهندسي أو لهذا المربع ثم نقوم بتلوينه كي يظهر لنا. فقط سنقوم باختيار دلو التلوين ثم نقوم بملء المساحة المخصصة لهذا الخط الوهمي أو لهذا الشكل الهندسي الوهمي كما تلاحظون، ثم نحصل على مربع كما تلاحظون معي هنا. لذلك سنقوم بتقليصه ثم نضعه هنا. بعد ذلك سننتقل إلى الأداة الموالية وهي أداة Elliptical Marquee Tool كما تلاحظون، هي عبارة عن شكل وهمي لدائرة Shift ثم الضغط على الزر الأيسر للماوس ثم نحصل على دائرة وهمية كما تلاحظون. نفس الشيء سنقوم بعمل لاير لها ثم نقوم بتلوينها بالدلو اللوني كما تلاحظون ثم نقوم بملء فراغ الدائرة كما تلاحظون ثم نحصل على دائرة هكذا ثم نضعها. بعد ذلك سنذهب إلى الأداة الثالثة وهي Single Row Marquee Tool كما تلاحظون. إذا قمنا بالضغط على واجهة الكليبورد سيظهر لنا خط أفقي وهمي كما تلاحظون هو هذا كما تلاحظون، يمكننا تلوينه ولكن قبل ذلك سنقوم بعمل Layer له كما تلاحظون ثم نقوم ب اختيار تلو التلوين ثم نقوم بتلوينه كما تلاحظون، فإن اللون لن يظهر قبل أن نقوم بالضغط على Alt ثم حرف D كما تلاحظون، فإننا لم نحصل على اللون. إذا قمنا بتكبير الشكل سنحصل على خط كما تلاحظون خط أفقي بسمك معين كما تلاحظون فقد قمنا بتلوينه الآن. ثم نقوم بإزالة ذلك الخط الوهمي وذلك بالضغط على Alt ثم الحرف T كما تلاحظون ثم نزيل ذلك الخط الوهمي ثم يظهر لنا المساحة المملوءة من الخط الأفقي كما تلاحظون الآن هو هنا كما تلاحظون هو هذا، يمكننا تمديده أو تقليصه كيفما نريد. بعد ذلك سننتقل إلى الأداة الموالية وهي أداة Single Column Marquee Tool كما تلاحظون هو خط عمودي كما تلاحظون، يمكننا عمل زوم لنرى هذا الخط بشكل جيد كما تلاحظون. هذا هو الخط الوهمي ويمكننا تلوينه. قبل ذلك سنقوم بعمل لاير طبقة شفافة لهذا الخط العمودي الوهمي ثم نقوم بتلوينه كما تلاحظون، فقد حصلنا على الخط العمودي كما تلاحظون. هو قمت ب
تمديده أو تقليصه كيفما تلاحظون كيفما نريد. كما تلاحظون بشكل بسيط للغاية. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس البسيط للغاية لأداة ماركي تول. إذا كنت جديدا معنا قم بعمل اشتراك في القناة وذلك بالضغط على زر سبسكرايب أسفل الفيديو. وإذا أعجبك الفيديو قم بعمل لايك، وأيضا لا تنسى بمشاركته مع أصدقائك لتعم الفائدة الجميلة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.